إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها من المواسم ما تعود فيه إلى ربها، ما يكون فيه من التوبة والأعمال الصالحة والاندفاع والعاطفة إلى تلك الطاعات ما لا يكون في غيرها، وجعل هذه المواسم في فترات بعضها متقارب من بعض، حتى يضمن لهذا الإنسان التواصل مع الله عز وجل، وحتى تكون هذه المواسم سبباً في تشحيذ الهمم ورفع المعنويات في الطاعات وزيادة الرغبة فيها. فهي أيام أو ساعات بحسب تلك المواسم تكون أعظم أجراً أو أحب إلى الله عز وجل. إن من هذه المواسم عباد الله ما ننتظره في أقل من أسبوع، ألا وهو دخول العشر من ذي الحجة، دخول العشر الأول التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن، يعني هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وهذا فيه إشارة إلى عظم أجر الجهاد ومعرفتهم بذلك. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو فلم يرجع من ذلك بشيء. فقط من الأعمال ما هو أحب إلى الله من هذه الأيام الذي يخرج من بيته، يخرج بنفسه ويخرج بماله، يخرج مجاهدا في سبيل الله ولا يرجع من ذلك بشيء. وإلا فهذه الأيام الأعمال فيها أحب إلى الله من جميع الأيام، وهذا فيه ما يحض المؤمن على التزود من الأعمال. فهو يستعد الآن، يستعد أن يستقبل هذه الأيام بالتوبة وبالتطهر مما سبق، ويستعد بأن يكون مجتهدا فيها من أجل أن يكتسب الوقت كله، من أجل أن لا يفوت شيئا من ذلك. وهذه الأمة أمة قصيرة الأعمار، قليلة الحيلة، ولكنها معوضة بكثرة الأجور، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا إلى صلاة الظهر
أو إلى نصف النهار على قيراط قيراط، قيراط واحد، فذلك مثل اليهود. ثم استأجر أجيرا إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فذلك مثل النصارى. ثم استأجر أجيرا على قيراطين قيراطين، الأجر مضاعف، إلى صلاة المغرب، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء. فالحمد لله أننا من هذه الأمة، والحمد لله أنه وإن كانت أعمالنا قليلة فإنه بفضل الله عز وجل يكون العمل المفضول بسبب تفضيل هذا العمل في وقت مختلف أفضل من العمل الفاضل وأكثر أجرا مما هو أكثر منه من الأعمال. فإذا كانت هذه الأيام الآتية أيام عمل صالح محبوب لدى الله سبحانه وتعالى، بل هي أحب إلى الله من غيرها من الأيام، فلا شك أن المؤمن عنده من الاستعداد ليعمل العمل الذي يحبه الله أكثر أكثر من استعداده فيما دون ذلك. وهذه الأيام أيام أعمال، وأعظم الأعمال الفرائض، فلا يقصر الإنسان في الفرائض، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يجتهد الإنسان فقط في المستحبات في هذه الأيام، وإنما أول ما يجتهد في تحقيق فرائض الله عليه. يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، إن كان عليه زكاة يؤديها، إن كان عليه حقوق واجبة يؤديها، لا يقصر في ذلك. ومن أعظم الحقوق للخلق حق الوالدين، فمن كان مقصرا مع والديه فهذه فرصة يهتبلها، ومن كان مقصرا مع ذوي رحمه قاطعا لهم فهذه فرصة يهتبلها، لا يضيع أي فرصة. وينضاف إلى ذلك بقية الأعمال الصالحة. من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثرة الذكر، وقد جاء ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال عبد الله بن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: الأيام المعلومات أيام العشر. إذن فهي أيام ذكر، فلا ينقطع الإنسان فيها عن ذكر الله من التحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. ومن الأعمال المستحبة فيها أيضا أنواع الصدقات والصيام وغير ذلك. نعم، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة قط. صح عنها ذلك، لكن صح عن غيرها من أمهات المؤمنين أنها رأته يصوم في هذه العشر، يعني التسع، وإلا في العاشر يوم العيد. فقد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع أربعا من هذه الأربع وصيام التسع. صيام التسع يعني صيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة، يعني التسع الأول، وجمع الحديثين يدل على أنه ما كان يحافظ على ذلك ولكنه ربما كان يفعله، وهذا يعني أن هذا ليس صياما مؤكدا، لكنه من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يحرص عليها ويعملها في هذه الأيام. وهذه الأيام لا تعجب أن الله يحب فيها الأعمال، فقد اجتمعت فيها أمهات الأعمال. وتعلمون أن من أظهر الأعمال في هذه الأيام أعمال الحج، التي
تبتدئ من شهر شوال لكنها تظهر جليا بعد بدء ذي الحجة، فيبدأ الناس بالطواف وبأعمال الحج المختلفة. وتعلمون أن من هذه الأعمال ما يكون في آخرها من صوم يوم عرفة، وفي عاشرها من رمي جمرة العقبة والذبح النحر لله تعالى والطواف والسعي والحلقة والتقصير وغير ذلك من الأعمال الكثيرة الكثيرة وبذل الأضاحي والإعطاء، أعمال مختلفة اجتمعت هذه الأعمال كلها في هذه الأيام. فما من عمل صالح إلا وله نصيب في هذه الأيام. إذن فحري بهذه الأيام أن يكون منا لها اهتمام، كما أن لله عز وجل منها المحبة والتعظيم لها أكثر من غيرها. وأمة الإسلام في هذه الأيام يحصل بينها نوع توائم وتشابه، فالأمة منها نفر انطلق إلى بيت الله الحرام يؤمه ليؤدي فيه فريضة الله، فريضة الحج والأعمال المناسك المختلفة. ومن كل فئة طائفة خرجت، أو من كل طائفة فئة خرجت، وكأنها تمثل أهل البلد في بيت الله الحرام، وليس كذلك، ولكن بقية المسلمين لا يدعون تلك الأعمال. فالأمة تنتوي فعل طاعة معظمة تجتمع مع تلك التي في تلك البقاع، وهي الذبح. فالعبد إذا ابتدأ العشر الأول حصلت له نية أن يضحي لله عز وجل، فيجتمع مع بقية المسلمين في ذلك. ألا ترون إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وعن أظفاره، وفي رواية: فليمسك عن أشعاره وعن بشره، يعني عن بشرته، فلا يقلم ظفرا ولا يقص شعرا ولا يقص جلدا، لا يفعل شيئا من ذلك طالما لم يضره ذلك. وهذا فيه نوع من ترك الترفه الذي طولب به أهل الإحرام، مع أنه مع ذلك يأتي النساء ويتطيب ويفعل أشياء مختلفة، لكن ظاهره إذا رأيته في شعره، في شاربه، في أظفاره، تجده كأنه غير مترفه. ففيه نوع شبه في باطنه حيث نوى أنه يضحي، وفي ظاهره حيث فعل ذلك. وهذا لا يطالب به أهل البيت كلهم، وإنما يطالب به فقط من يضحي. الذي يضحي إذا نوى الأضحية، فإذا كانت ليلة الأول من شهر ذي الحجة فإنه يمسك عن أشعاره، حتى الأشعار واجبة الحلق والإزالة، فإنه يستعد قبل ذلك إن شاء، إذا كانت قريبة الحاجة إلى قصها يستعد. وإذا دخلت العشر أمسك عن شعر رأسه وعن شعر الإبط والعانة وغيرها، وأمسك أيضا عن أظفاره، أمسك عن الشاربين. وهذه أيضا فرصة لمن يحلق لحيته ويتأذى بها إذا طالت لحيته، أن يكون قد رأى ما عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيطيلها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إذن فأمة الإسلام تجتمع في هذه الأيام القادمات على أمهات من الطاعات تأتلف لها القلوب وتجتمع لها الأفئدة، وتهوى قلوب من لم يذهب إلى البقاع أن تذهب إليه، فتجتمع حتى في الهوى. وكما قيل يعني في هذه المناسبة، أن الذي يخرج من مكة المكرمة إلى بلده يخرج الجسد وكأن الروح موثقة في بيت الله الحرام، يخرج الجسد ولكن الروح كأنها موثقة
تشده ويشدها حتى إذا وصل إلى بلده حصل للناس سرور برؤيته. عباد الله، وإن هذه الأعمال لهي من الشعائر العامة التي يحصل بها عز لأهل الإسلام وغيظ لأهل الكفر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إذن فتعالوا نسرع إلى الله عز وجل في الطاعة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: فاستبقوا الخيرات. وقال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فأمرنا في آيات مختلفات أن نستبق وأن نتسابق وأن نبحث عن الخير حيث كان. فاستبقوا الخيرات، في أي نوع من أنواع الخيرات نستبق. إذن فإذا كانت هذه الأيام القادمة هي أحب الأعمال، أحب الأيام الأعمال فيها إلى الله، بل هي أعظم الأيام كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فلنغتنمها. وهذا يحتم علينا ألا نضيع شيئا من هذه الأيام في الأعمال. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.